بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في درسنا الماضي بدأنا في تفسير قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهما فريقان يمثلان الموقف من التمثيل بمثل البعوضة والذبابة في القرآن الكريم. موقف المؤمنين الصادقين الذين يتقبلون هذه الأمثلة بالرضا والتسليم، لأنها واردة وصادرة من الله تعالى. وهذه الآية هي ثناء على هؤلاء المؤمنين، لأن قال: فيعلمون، أي يصدرون عن علم، والعلم يرفع من قدر صاحبه. ويعلمون أيضا يفيد على أنهم ينظرون إلى الأمور بتعقل وبتدبر وتفكير، لأن العلم هو إدراك الحقائق، وإدراك الحقائق لا يكون إلا بالعقل. العقل هو الذي يدرك ويفكر ويميز بين الغث والسمين، وبين الحق والباطل، وبين الصحيح والخطأ. فإذا هم متصفون بالعلم، ويتبع اتصافهم بالعلم أنهم عقلاء. يؤكد ذلك قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال لا يعقلها ويفهمها حق الفهم ويتدبرها ويعلم حقيقتها إلا المتصفون بالعلم. فهؤلاء المؤمنون أيضا كرمهم الله وشرفهم بصفة العلم وبصفة العقل أيضا. وقلنا إن الضمير يعلمون أنه يعود إلى المثل، يعلمون أنه الحق من ربهم. والجار والمجرور من ربهم حال من الحق، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. والحق معرفة، لأنه محلى بالألف واللام. يعلمون أنه الحق كائنا ومستقرا من ربهم. ومن ابتدائية، أي هذا الحق صادر ووارد من ربهم. وهذا ما يؤكد هذا الحق، والحق دائما حق أن يتبع. فإذا كان من عند الله سبحانه وتعالى فهو حق مؤكد. وأيضا من ربهم فيه إشارة إلى المشركين واليهود الذين طعنوا في القرآن الكريم وشككوا المسلمين في التمثيل بالذباب والبعوضة، وهو ما يفيد على أن هذا التمثيل خطأ. فمن ربهم أيضا فيه إشارة إلى الرد إلى هؤلاء المشركين بأن هذا الحق وارد من الله، وما يرد من الله فهو صواب وهو حق وهو يقين، وليس
كما تدعون بأن ذلك خطأ وأمر لا يليق. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا القسم الثاني، موقف المؤمنين في الآية السابقة. وهذا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نلاحظ في حق المؤمنين قال يعلمون، وفي حق الكافرين قال يقولون، هناك فرق بين بين الفريقين. فالمؤمنون يعلمون يعني يصدرون عن حق وعن يقين وعن ثبات، وأما الذين كفروا فيقولون، مجرد كلام باللسان، والكلام باللسان لا يفيد شيئا، لأن اللسان هو آلة للتعبير عما يجيش في النفس وفي الأفكار، والعبرة ليست باللسان، اللسان مترجم فقط، وأما الأفكار، ولهذا الإنسان يكون مسؤولا عما يقول، لأن مسؤول، لأن هذا الكلام يعبر عن فكره وعن آرائه وعن معتقداته. أما هؤلاء الكفار فيقولون، مجرد كلام باللسان، لأنهم يقولون ما لا يعتقدون. هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الأمثال تكون بالحقير للحقير والعظيم والكبير للكبير، وهم يتداولون هذه الأمثال بالبعوضة وبالذباب وبالفراشة وبالحية، فالأمر ليس غريبا عندهم، ولكنه مجرد العناد ومجرد الاستكبار ومجرد الاصطياد في الماء العكر. إذن هم يقولون ماذا يعتقدون، بدليل أنهم ينقلون عن بلغائهم كما قدمنا في درس سابق الأمثلة الكثيرة بالفراشة وبالبعوضة وبالذبابة وبالنملة وبالحية وهكذا. فإذن هم يقولون ما لا يعتقدون وما لا يفعلون، إذن هم يصدرون عن جهل، في حين أن المؤمنين يصدرون عن علم وعن ثبات وعن يقين، فالكافرون يصدرون عن الجهل وعن الغباوة وعن مجرد العناد والاستكبار. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا مقول القول، ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذه جملة استفهامية، والمقصود بالاستفهام الإنكار. هم يستنكرون أن يكون أن الله يضرب مثلا بالبعوضة والذبابة، وكلمة ماذا لنا فيها إعرابان، إما أن نجعل ما استفهامية، اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي خبره، هذا وجه من الإعراب، وصلة الموصول أراد الله بهذا مثلا. الإعراب الأول أو الوجه الأول من الإعراب أن نعرب ما اسم استفهام وهو مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وذا اسم موصول بمعنى الذي خبره، والجملة صلة الموصول. الوجه الآخر من الإعراب أن نجعل ماذا كلمة واحدة تعرب إعرابا واحدا، ليست منفصلة ومجزأة من ما وذا. ماذا أراد الله بهذا مثلا، وماذا تعرب على حسب موقعها في الجملة، أحيانا تكون مبتدأ ماذا حدث مثلا، وقد تكون مفعولا مقدما مثل الآية نفسها، ماذا أراد الله، ما الذي أراده الله، فماذا، لأن الاستفهام له الصدارة في جملته،
فيتقدم لابد له الصدارة في الجملة. فماذا نعربها كلمة واحدة مفعولا به للفعل أراد، بس مثل قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم، ماذا مفعول به لأنزل بدليل خيرا أي أنزل خيرا. فإذا ماذا أنزل ربكم، ماذا نعربها مبتدأ مبنيا على السكون في محل رفع، وجملة أراد في محل رفع خبر لماذا. وهذا الإعراب نعربه في كل ما يتعلق بهذا التركيب، إلا أن في حالة الإسناد يكون للعاقل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مثلا، وما طبعا نكرة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال بهذا يعني للتحقير، كما تقول لشيء تستصغره وتحتقره ما هذا، كما جاء في قوله تعالى هذا الذي يذكر آلهتكم للتحقير والاستصغار. فنقول ماذا أراد الله بهذا، أي بهذا الشيء الحقير مثل الذبابة، وهو استفهام إنكاري. ومثلا تمييز لهذا، لأن هذا اسم الإشارة مبهم، فيأتي إزالة إبهامه عن طريق التمييز. ماذا أراد الله بهذا مثلا، فمثلا منصوبة على التمييز. وهذا القول مقصود به الإنكار، يعني ما الذي يريده الله بهذا المثل، ما الذي يريده، يعني لا شيء. وهم يحقرون التمثيل بالبعوضة والذبابة، طبعا هذا فيه إساءة إلى الله، لأن الذي مثل بالذبابة والبعوضة هو الله سبحانه وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نلاحظ أن الآيتين السابقتين بدأتا بالمؤمنين، ثم ثنيت بموقف الكافرين. يضل ويهدي الأمر بالعكس، فيضل يتعلق بالموقف الثاني، ويهدي ما يتعلق بالموقف الأول. وهذا ما يسمى في البلاغة باللف والنشر. اللف هو عبارة عن الاختصار أو إجمال، والنشر التوسعة والتفصيل والبيان. فأحيانا يكون اللف والنشر مرتبا. ما معنى الترتيب؟ معنى الترتيب أنك في التفصيل وفي البيان تلاحظ نفس الترتيب المذكور في الإجمال. نذكر مثلا عندما تقول كرمت الجامعة الخريجين المتفوقين في كلية الاقتصاد وكلية القانون وكلية الهندسة، أما المتفوق في كلية الاقتصاد ففلان فلان، والمتفوق في كلية القانون فلان الفلاني، والمتفوق في كلية الهندسة فلان فلان. هذا لف ونشر مرتب. لماذا؟ لأنك ذكرت التكريم في المتخرجين في الاقتصاد قانون هندسة، نشر الترتيب بدأت الشخص المتحصل على الجائزة في الاقتصاد في القانون
في الهندسة، فهو نفخ ونشر مرتب، يعني التفصيل على نفس الترتيب الوارد في الإجمال. لو مثلا قلت كرمت الجامعة الخريجين المتفوقين في كلية الاقتصاد وكلية القانون وكلية الهندسة، أما المتفوق في كلية الهندسة ففلان فلان، والمتفوق في كلية القانون والمتفوق في الهندسة فلان فلان. أنت في التفصيل بدأت بالأخير، لم تبدأ كما بدأت في المرة السابقة وهو الترتيب. هذا وجه أيضا، لكنه يسمى لفا ونشرا غير مرتب، وبعضهم يسميه معكوسا وبعضهم يسميه مشوشا، وأنا لا أميل لكلمة المشوش، هي تليق بالقرآن الكريم، أقول مرتب أو معكوس أو غير مرتب. فإذا هناك لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب أو معكوس. نأتي بأمثلة من القرآن الكريم بذلك، ومنا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا الرشد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من المسلمون ومن القاسطون، بدأ بالمسلمين ثم القاسطون في التفصيل، فمن أسلم وما والأمن القاسطون. إذن هذا ترتيب مرتب، التفصيل مثل الترتيب الوارد في الإجمال. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، بدأ المؤمن ثم الفاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فما. إذن الترتيب المؤمنون ثم الفساق، كذلك التفصيل مؤمنون ثم الفساق. إذن هذا ترتيب ولف ونشر مرتب. في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه وتسود وجوه، البداية بالذين ابيضت وجوههم جعلنا الله منهم، وثنى بالذين اسودت وجوههم. والتفصيل أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وأم ثم الذين ابيضت وجوههم برحمة الله. خالف. إذن الترتيب الذين ابيضت وجوههم ثم الذين اسودت وجوههم، لكن في التفصيل بدأ بالأخير. إذن هذا لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب، غير مرتب. كثير من الآيات الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لآخرهم، ثم قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بدأ بمسجد الضرار وسنى بمسجد الذي أسس من أول يوم للتقوى وهو مسجد قباء، ثم بعد أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كيف كان الترتيب؟ الترتيب الأول في الإجمال مسجد الضرار ثم مسجد الذي أسس من أول يوم للتقوى. بعد ذلك كيف بدأ؟ بدأ بالأخير وتمنى إذن هذا لف ونشر مرتب إلا غير مرتب، غير مرتب. ولكل من اللف ونشر مرتب له حكم على حسب الموقع وعلى حسب السياق، وهذه يدرس في نفس الآية. المجرد نريد أن نفصل هذا الاصطلاح لمجرد أمثلة به، أن لماذا كان هذا مرتب وغير مرتب هذا يأتي في مكانه. وهنا في الآية نرجع إلى آيتنا يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، إذن هذا اللف والنشر مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب، لأن الإجمال بدأ بالذين آمنوا
ثم ثني بالذين كفروا، يضل يتبع للذين كفروا. إذن فهو لف ونشر غير مرتب أو قل معكوس. والحكمة من ذلك، قلنا لكل مقام له الحكمة، أن الضالين أسبق وجودا من المهتدين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. إذن الضلال الأسبق، ضلال هو الأسبق. أيضا الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فقالوا لما كان الضلال هو الأسبق في البيوت قدم. وأيضا قالوا لأن الضالين أكثر من المهديين. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأن الكثرة بالنسبة للكافرين أكثر من المؤمنين في كل زمان ومكان. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني الأفضل. يضل به كثيرا، به أي بالمثل، الضمير يرجع إلى المثل. يضل بالمثل كثيرا من الناس. وكثيرا لنا أن نجعلها صفة لمفعول به محذوف، لأن كثيرا هي صفة، أي يضل به خلقا كثيرا. وينكر أن نجعل كثيرا المفعول به من باب التجوز، وباعتبار أن الصفة تنوب عن الموصوف كثيرا، فلك أن تجعل كثيرا على المعنى الأصلي، لأنها صفة لمحذوف وهو يضل به خلقا كثيرا، أو تجعل كثيرا هي المفعول به باعتبار أن الصفة يعني تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه، وفيها معنى التجوز والاختصار. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني الكثرة في الجانبين. قالوا كيف تكون الكثرة في الجانبين والكافرون والضالون هم أكثر عددا من المسلمين المؤمنين؟ فأجيب عن ذلك بأن المسألة ليست مسألة مقارنة، وأنا هذا أكثر، يعني كل من الفريقين في نفسه كثير، فالمؤمنون كثيرون والضالون كثيرون، والآية لا تتعلق بالمقارنة أيهما أكثر، لا، هؤلاء كثير كما تقول مجموعة تتكون من 1000 شخص ومجموعة تتكون من 2000 شخص. الأولى تصفها بالكثرة، والثانية تصفها بالكثرة. هذا من جهة. أيضا قالوا العبرة ليست بالكمية، وإنما العبرة بالكيف. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمن صاحب العزيمة الماضية والإرادة القوية والعزم في مقابل 10، إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 1 في 10. ولكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، في حالة الضعف جعل الواحد مقابل 2، ولا يجوز أن يفر المسلمون من ضعف عددهم. ف
فحتى مع حالة الضعف فالمؤمن قوي بإيمانه. ثم أيضا عندما يقاتل يقاتل عن عقيدة، يقاتل عن إيمان، عن قضية له غاية. أما الكافر قد يكون مساقا بالإكراه للقتال، وإن ليس له غاية يقاتل من أجلها. والإنسان يقاتل بالمبادئ وبالحقائق. ولذلك فكثرة المؤمنين ليست بالعدد ولكنها بالكيفية وبالإيمان وقوة العزيمة وبضاء الإرادة. فكما قالوا واحد كألب وألف كأف، واحد قد يكون في مقابل ألف شخص، يقوم مقام ألف شخص، وألف لا شيء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كلمة يضل أسند الفعل إلى الله، يضل به أي الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل كيف يضل الله والله يريد الهداية للبشر ولا يرضى لعباده الكفر، وهل هو أجبرهم على الضلال؟ لا، ليس هذا المعنى وارد، هذا المعنى ليس واردا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الهداية للبشر ويريد أن يكونوا جميعا على هدى. إذن كيف يضل الله؟ معنى أن الله مكن لهم من الأسباب والأدوات ما يجعلهم يفكرون ويختارون الطريق الصحيح، فمنحهم من الاختيار. الإنسان عنده اختيار وعنده حرية فيما يختار، وزوده الله بالعقل. هذا العقل هو الآلة العظيمة الذي يستطيع بها الإنسان أن يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الخطأ والصواب. عقلي العقل الإنسان هذا أمر عظيم جبار. هذه الاختراعات وهذه المنجزات في العالم كلها نتيجة من العقل البشري بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأيضا العقل قد يدرك بعض الأشياء وقد لا يدركها، والله سبحانه وتعالى من على الإنسان فأكمل نقص عقله بإرسال الرسل. صار الرسل جاءوا لهداية البشر ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا الإنسان إذا مكن من أدوات الفهم والإدراك والوصول إلى الحق، لكنه عطل عقله، لم يستعمله، عطل مشاعره وجوارحه، لأن العقل والجوارح السمع والبصر والكلام والإحساس والعواطف هذه كلها تساعد الإنسان على التدبر وعلى التفكير وعلى الوصول إلى الحقيقة. فماذا يريد الله؟ هذا هو الذي اختار بنفسه، عطل هذه الأمور اللي منح الله له، وقد صرح بذلك وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مغلفة مغطاة، وفي أذاننا وقر، نحن لا نريد أن نسمع. وأيضا قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كذبوا الرسل وأهانوهم وحاربوهم وبعضهم قتلوهم. إذن الله سبحانه وتعالى مكن لهؤلاء أسباب النجاة والسعادة وأسباب الهلاك والشقاء، ووضح لهم طريق النجاة وطريق الهلاك، هديناهم النجدين، وأرسلهم الرسل
مبشرين ومنذرين، ومع ذلك هم اختاروا طريق الضلال، والله سبحانه وتعالى يريد لهم الهداية، وبعث لهم الرسل وأعطاهم من الإمكانيات التي يهتدون بها. إذن هم الذين اختاروا هذا الضلال، وهم الذين انحرفوا عن طريق الاستقامة وشقوا طريق الضلال. فإذن جزاهم الله بمثل فعلهم، ولا يظلم ربك أحدا. فهم ضلوا فزادهم الله ضلالا، كما أن المؤمنين اهتدوا فزادهم الله هدى وآتاهم تقواهم. فإذن الضلال الأصل من اختيار الضالين، ولما هم الذين اختاروا هذا الضلال، هم الذين شقوا طريقه، فإذا الله سبحانه وتعالى مكن لهم ما يريدون فزادهم ضلالا بدليل، وما يضل به إلا الفاسقين، لا يضل أي واحد، والله سبحانه لهداهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله هداهم، لكن هم استحبوا العمى على الهدى، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يأتي دائما الباء السببية، بل طبع الله عليها بكفرهم، وكل أخذنا بذنبه بسبب ذنبه، ولا يظلم ربك أحدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا إذن معنى يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه الآية تدل على أن هداية الضلال والهداية من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه خلق هذه الأسباب، وهو رد على المعتزلة الذين لا يقولون إن الله لا يضل ولا يهدي، والضلال والهداية من عند الإنسان نفسه بعقله وإدراكه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين، هذا مما يدل على أن الله لا يريد لهم الهداية للضلال، وإنما أراد لهم الهداية هم الذين خالفوا وهم الذين اختاروا. وما يضل بأسلوب القصر لا يضل به، يعني يضل الفاسقين الذين ضلوا أصلا، كما تقدم لنا في ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الفاسقين مفعول ليضلوا، وهذا قصر، أي الضلال قاصر على الفاسقين، وهذا يسمى الاستثناء المفرغ، يعني ما بعد إلا يكون معمولا لما قبلها. أقول مثلا ما حضر إلا سعيد، هذا سعيد فعل بحضر، استثناء مفرغ لأن ما بعد إلا يكون معمولا لما قبلها. بعضهم قال الفاسقين منصوب على الاستثناء والمفعول مقدر، أي وما يضل أحدا إلا الفاسقين، فالمفعول به مقدر أحدا والفاسقين مستثنى منه، وهذا فيه تكلف لا لزوم له، وأعتقد أن تكون الفاسقين هي المفعول به والاستثناء مفرغا. والفاسقون جمع فاسق، وهو على صيغة اسم الفاعل والاسم الفسق، والفعل فسق يفسق مباب نصر. والفسق في أصل اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرتبة، معروف الرتبة، فسقت الرتبة أي خرجت من جلدها،
ومن غلافها. وهذا الخروج لا يكون إلا لعيب في الرقبة، لأن القشرة هذه تحمي الرقبة من الحشرات أيضا وتحفظ عناصرها الغذائية. فعندما تفسق أي تخرج الرقبة أي من جلدها ومن قشرتها، فهذا يكون بسبب علة في نوعية التمر نفسه. أيضا يقال فسقت الفأرة أي خرجت من جحرها، وتسمى الفأرة الفويسقة. إذن فسق يفسق فسقا في أصل اللغة هو الخروج، لكن ليس أي خروج، هو الخروج بعلة أو بفساد، لأن فسقت الرقبة وخرجت من قشرتها هذا لا يكون إلا لمرض وعلة في الرقبة. وأيضا فسقت الفأرة خروجها من جحرها لا يكون إلا للفساد كما هو معروف، لأن الفأرة مفسدة. فإذا معنى الفسق الخروج من شيء أو التنسل من شيء، بحيث يكون هذا الخروج لعلة من فساد أو لمرض. استعمل في الشرع وفي القرآن الكريم بمعنى الخروج من طاعة الله مطلقا، وهذا الاستعمال من ابتكارات القرآن الكريم لم يكن معروفا. بعضهم قال كيف أن كلمة الفسق وردت في المعاجم اللغوية، كيف يقول أنها لا، الكلمة عربية أصيلة قديمة، لكن الاستعمال في الخروج من طاعة الله هو من ابتكار القرآن، ليس هناك تعارض. ولم يقل والله أن القرآن هو الذي ابتكر الكلمة، لا الكلمة موجودة عند في كلام العرب، لكن الاستعمال بمعنى الخروج عن طاعة الله هو الذي ابتكره القرآن وجاء كان جديدا في الاستعمال. وكلمة الفسق عامة، يعني كل خروج عن طاعة الله يشمل المعاصي ارتكاب الكبائر، ويتجرج الفسق حتى إلى الكفر والعياذ بالله والإشراك. فكلمة الفسق تطلق على العصاة وتطلق على الكفار أيضا، كل على حسب رتبته، لأن المرتكب الكبيرة خرج عن طاعة الله فهو فاسق، والكافر خرج عن دين الله فهو فاسق. فإذا الكلمة عامة لكل من خرج عن طاعة الله، إما بالمعصية أو بالكفر والإشراك والعياذ بالله. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الأرجح أن المقصود بالفاسقين في الآية هم اليهود، ودائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد تكون الآية نازلة في سبب معين وفي أشخاص معينين، ولكن العبرة بالعموم، عموم اللفظ، واللفظ عام لكل من هو فاسق. والذي يرجح هذا التفسير وهو لا يناقض التعميم أن وصف اليهود بالفسق في كثير من آيات القرآن الكريم، فأنزلنا عليهم رزقا من السماء بما كانوا يفسقون، هذا في اليهود. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، هذا قول موسى عليه السلام.
وبعد فلا تأسى على القوم الفاسقين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم لتقدوم أبيع ولكن كثير منهم فاسقون. كثير من الآيات. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آيات كثيرة في القرآن الكريم وصفت اليهود بالفسق، فإذا وما يضل به إلا الفاسقين أي هؤلاء اليهود. وهذا لا يمنع أيضا والذي يرجح ذلك أنهم من أول المعترضين على التمثيل بالذباب والعنكبوت، وهم الذين ضحكوا واستهزوا قالوا أن الله يعني أعظم من أن يمثل بهذه الأشياء. إذن فهم الذين تولوا كبر هذه الفرية. فإذن الكلام يرجع إلى الآيات السابقة. إذن لنا أن نقول هي راجعة في اليهود وأيضا تشمل كل من على شاكلتهم. وما يضل به إلا الفاسقين. جاء وصف هؤلاء المنافقين بعد ذلك بثلاث صفات. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالذين لنا أن نجعلها صفة للفاسقين لأن هذه الصفات هي صفات الفاسقين. ويحسن عدم الفصل بين الصفة والموصوف. إذا اعتبرناها صفة يحسن عدم الوقف على الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين الذين حتى لا تفصل بين الصفة والموصوف. وهذا يقع في بعض الآيات التي تبدأ بكلمة الذين، هذا إذا استقام المعنى، أو يقول المعنى هم الذين على أن الذين خبر لمبتدأ محذوف، أي جملة مستقلة، وعلى هذا يحسن الوقف على الفاسقين. فإذا اعتبرنا الذين صفة للفاسقين يحسن الوصل حتى لا نفصل الصفة عن الموصوف. وإذا اعتبرنا الذين خبرا لمبتدأ محذوف فجملة مستأنفة فيحسن الوقف على الفاسقين. أنت مخير. لكن ليس معنى ذلك أن كل الذين تأتي في أول آية نعربها بالعرابين، لا، هذه إذا استقام المعنى. مر في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نفس الشيء. أحيانا يمكن أن تكون الذين صفة للاسم اللي قبلها وأحيانا لا تكون صفة. مثلا في ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذه يمكن أن تكون صفة. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب نصير، هذا مفرد ولا هذه لابد أن تقف على النصير وأن الذين تكون خبر لمبتدا محذوف لأن المعنى لا يستقيم بالصفة ولأن الإعراب تابع للمعنى. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار أو الغافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. لا يمكن أن تكون صفة، هذا معنى فاسد. أصحاب النار الذين يحملون العرش، لا، هذه لا يمكن أن تكون إلا خبر المبتدا محذوف، معنى واضح جدا أصحاب النار. وبعد هذا بالعكس
لأن الذين يحملون العرش هم الملائكة. فإذا هذه لا نأخذها قاعدة عامة وإنما على حسب المقام. أحيانا تكون كلمة الذين صفة لما قبلها لأن السياق يقتضي ذلك، وأحيانا لا يمكن أن تكون صفة كما مثلنا بالآيتين السابقتين. وفي هذه الآية لك أن تجعلها صفة أو تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف، أي هم الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه. الصفة الأولى لهؤلاء الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما معنى ينقض ونقض؟ ينقض نقضا، ما معنى نقض؟ النقض هو الفك والحل، ويكون في شيء المترابط من خيوط، مثلا زي اللباس النسيج هو عبارة عن خيوط مركبة بطريقة معينة بحيث كونت هذا القماش وهذا النسيج. مثلا إما أن يكون عن طريق النول أو عن طريق التداخل الخيوط بما يسمى بالكلمة الأجنبية تريكو، مثلا مثلا هذا يسمى إبرام. النقد عكس الإبرام، النقد لابد أن يكون بعكس فعل الإبرام. الإبرام هو التشكيل واللف والنسج والغزل، النقد أن تفك هذا يعني تفصيله. وفرق بين النقد والقطع وبين الحرق، في فرق. عندما تحرق الشيء تشعل النار فيه بكل، القطع أيضا تقطعه أجزاء. لا، النقد أنك أنت فعل النقد يكون من آخر فعل النسيج. فأنت عندما تنقض ثوبا بالنسبة عند نسجه آخر ما انتهى هو القطعة الأخيرة، فأنت عندما تنقض تبدأ من الأخير. هذا النقض. أيضا النقض في البناء، عندما تنقض البناء حجارة على أفعال حجارة تبدأ من الطابق الأعلى، لأن النقض لابد تنتهي من آخر ما حدث في النشج وفي البناء. أيضا الإحراق والقطع يأتي بسرعة، أما النقض يأتي شيئا فشيئا بالتدريج. عندما أنت تنقض أنك أنت دائما تجذب الخيط هكذا وهكذا وهكذا، ممكن تقضي ساعة أو ساعتين لقطعة قماش مثلا أو لباس مثلا معين حتى تنتهي منه. فعملية النقض تختلف عن قطع وعن إحراق وعن أو التفجير مثلا، فهي تقع بالتدريج وتبدأ من نهاية الفعل الإبرام. وأيضا فيها تكرر، عمل تكرر، دائما الإنسان بعمل واحد هو مكرر. هذا عملية النقض، وينقضون عهد الله. وعكس النقض قلنا الإبرام. وكلمة النقض تستعمل مجازا في مصر، عندهم الهيئة الأعلى في القضاء كما عندنا مثلا المحكمة العليا تسمى عندهم المحكمة الإبرامي والنقض، يعني التي تنقض أحكام الاستئناف والمحاكم الابتدائية تنقضها بمعنى تحلها. ممكن يكون الشخص حكم عليه بالسجن يأتي مثلا في النقض بالبراءة أو بالعكس. فالنقض يكون أيضا في المسائل المعنوية، أن الإنسان ينقض كلامه
كلام شيء معنوي ينقض كلامه كأنه يفكه، يعني تشبهه بشيء مجسم أو بشيء مغزول أو بشيء منسوج ينقض كلامه. عندك لأن الكلام هو حتى رباط، عندما يقول الإنسان تربطه كلمة ينقض كلامه، لأن كان عنده كلام متيقن به وثابت، فمعنى نقضه بمعنى خالفه وحله وتحلل منه، أصبح غير مسؤول عنه. فإذا هذا معنى النقض. والذين ينقضون عهد الله هم اليهود وكل من كان على شاكلتهم، هذه الصفة الأولى. ما الذي ينقضونه؟ ينقضون عهد الله، ينقضون عهد الله. أيضا النقض يكون أيضا في الحبل، والإبرام يكون في الحبال، لأن مثلا الحبل هو عبارة عن ألياف أو عن قطن أو كتان، فيبرم بطريقة عن قيوط ثم يلف يبرم، ثم أيضا يأخذ مثلا حبلين أو ثلاثة مثلا ويعقد بطريقة الضفيرة كما نقول الضفيرة، والضفيرة تتداخل الخيوط فيما بعض بحيث يصبح الحبل قويا. فالعرب تستعمل كثيرا الحبل أو الحبال في معنى العهد، والترتيل واضح بينهما، العلاقة واضحة، لأن الحبل أو المفتول والفتل يعطيه قوة، ومضفور والضفر يعطيه قوة، والعهد أيضا هو على كذا. العهد من ناحية معنوية هو أيضا كأنه هو مفتول وقوي بالتعهد به، أنك أنت عندك عهد بأنك أنت شيء تلتزم به ولا تفرط به، ويعتبر الخروج عنه خيانة وغدرا. فكثيرا ما يستعملون كلمة الحبال والحبل في العهود، يعني يستعملون المستعار أكثر. فمن ذلك قول أحد الصحابة في بيعة العقبة، سمع بعض الأنصار والخجر هذا قبل الهجرة، سمع بيعة العقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مالك بن التهار رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن بيننا وبين القوم يعني قريش حبالا نحن قاطعوها، ونخشى إن أعزك الله وأظهرك أن ترجع إلى قومك. وكان العرب يهتمون بالعقود وبالعهود ويعتبرون أن هذا خيانة كبيرة، يعني عندهم أخلاق. فقال له إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني عهودا، لم يعبر بعهود، قال بالحبال. وهكذا في كثير من المرات، وهو تعبير دقيق، لأن الحبل فيه رمز المتانة والفتل والتداخل، وأيضا هو الذي يربط به ويعقد. أيضا الأشياء الشوال ولا أي حاجة فتربط بالحبال وتعقد بالحبال. فإذا أيضا العهد تربطه ذمة الإنسان وكلمته. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.